تونا تونس نص نهار و21 دقيقة مستمعي لي وانا فاهم. مرحبا بكم من جديد، شكرا على المتابعة وعلى الاستماع، شكرا لكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة ديوان فهم. في الجزء الأول اليوم نفتح النقاش السياسي حول ما بعد التصويت على حكومة الياس الفخفاخ، تحديات جمة تنتظر الحكومة القادمة، وأيضا معارضة قوية في البرلمان وخارجه تنتظر حكومة الياس الفخفاخ. كيف يمكن تقييم هذا الحدث السياسي من منظور السلطة ومن منظور المعارضة؟ أيضا على إيساري يحضر معنا في الأستوديو ويشاركنا في النقاش القيادي في حزب حركة النهضة الأستاذ عبد الحميد الجلاسي. سي عبد الحميد مرحبا. أهلا مرحبا بكم، مبروك عليكم الحكومة. مبروك على المالية سي عبد الحميد. أي على تونس، أنت من مبادعة تونس حكومة المعارضة. مرحبا بك عبد الحميد الجلاسي. أكيد الحدث الأبرز هو التصويت على الحكومة، وبعد شوية نرجع في قراءة من هذا الجانب ومن ذاك في علاقة بما بعد التصويت عليها والتحديات المطروحة في الفترة القادمة. والسؤال الأهم اليوم المطروح، هل نجحنا فعلا في تخطي أزمة ربما كانت ستقود البلاد نحو المجهول؟ على يميني تحضر معنا عضو مجلس نواب الشعب والقيادية في حزب قلب تونس، الحزب اللي اختار التموقع في المعارضة، الأستاذة أمال الورتتاني. مدام أمال مرحبا. مرحبا بك، شكرا. صوتك تعب شوية ظهرفي. ولا تعبتك الجلسة بتاع البارح؟ تعبتنا الجلسة، تعبت تونس كاملة. مرحبا بك كمال الورتتاني. مرحبا بك عبد الحميد الجلاسي. بعد موجز الاخبار ان شاء الله مش يكون معنا بالهاتف عدنان منصر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجيه حول المغرب العربي. لكن قبل هذا نحب نذكر المستمعين والمستمعات كالعاده بوسائل التواصل والتفاعل، صفحه الفيسبوك ديوان فهم، وين تنجموا تخليوا كل التفاعلات والاراء والمقترحات. اذا تنجموا تتابعونا في المباشر بالصوت والصوره عبر اللايف ستريمينج على صفحه الفيسبوك ديوان فهم، كما تنجموا تتابعونا زاد على السيت ويب ديوان فهم بوانات اللي تقعوا فيه آخر الأخبار وجميع تسجيلات برامجنا. ليلة طويلة كانت البارحة تعديت على التوانسة، وانتظارات كبيرة انتهت في الأخير بالتصويت على حكومة الياس الفخفاخ اللي كان يوم أمس ألقى خطاب في مجلس نواب الشعب، وأيضا كلمات عديدة ومتعددة كنت تابعتها على شاشة الوطنية. بالنسبة لنواب الشعب انتهت برد من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ رسميا اليوم، الفخفاخ وحكومته غدوة بداية من يوم غد الجمعة مش يباشروا مهامهم غدوة، من المرتقب وأن يكون جلسة تسليم السلطة بين حكومة تصريف الأعمال وحكومة المكلفة. نرجعوا في تقرير موجز على أهم ما جاء في خطاب رئيس الحكومة المكلف رئيس الفخفاخ والجو العام اللي دارت فيه أشغال الجلسة العامة والتحديات المرتقبة. تقرير تمهيدي بإمضاء زميلتنا مريم قدير. بعد مخاض عسير ومداولات تواصلت لأكثر من 14 ساعة تحت قبة البرلمان، صدق مجلس نواب الشعب فجر اليوم على منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ بموافقة 129 نائبا واعتراض 77 نائبا واحتفاظ نائب وحيد بصوته. رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وفي رده على مداخلات النواب خلال الجلسة عبر عن أمله في أن تبني حكومته وحدة وطنية جديدة وحقيقية لتونس، مستندة إلى عقد جديد، مؤكدا حاجة هذه الحكومة إلى دعم حقيقي من كل العائلات السياسية المؤمنة بالثورة والتي دعاها إلى التوحد خدمة للبلاد. كما أكد الفخفاخ في أول تصريح له عقب منح حكومته الثقة أن العديد من التحديات تنتظر، إلا أن الإرادة موجودة لمتابعتها. هذا وقد لخص الفخفاخ أولويات حكومته في 8 نقاط أساسية، من بينها مقاومة الجريمة والعبث بالقانون ومقاومة غلاء الأسعار والغش وتوفير متطلبات العيش الكريم والتصدي للمحتكرين وإنعاش الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتفكيك منظومة الفساد. كما أعلن عن جملة من الإصلاحات التي ستتخذها حكومته، من بينها برنامج هيكلي لإصلاح الدولة واستكمال بناء اللامركزية وإصلاح منظومة التربية والتعليم العمومي وإصلاح منظومة الصحة العمومية والمنظومة الفلاحية.
وبهذا تكون حكومة إلياس الفخفاخ الحكومة السادسة ما بعد ثورة 14 من جانفي 11 و2000، حيث سبقتها 5 حكومات متعاقبة، وهي كل من حكومة حمادي جبالي وحكومة علي العريض وحكومة المهدي جمعة وحكومة الحبيب السيد وحكومة يوسف الشهد. وتضم حكومة الفخفاخ 30 وزيرا وكاتبي دولة من بينهم 6 نساء، وتتضمن وزراء من أحزاب حركة النهضة وتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وحزب البديل وحركة نداء تونس. وقد أسندت الوزارات السيادية إلى وزراء مستقلين من بينهم امرأة على رأس وزارة العدل في السابقة، هي الأولى في تاريخ تونس منذ الاستقلال. وبمصادقة البرلمان على حكومة الفخفاخ، تجاوزت تونس سيناريو الانتخابات المبكرة وتمكنت من تجاوز أزمة سياسية خيمت على مصير البلاد لأشهر متواصلة من المشاورات. فهل ستنجح في تحقيق أهدافها التي رسمتها في مخطط الوثيقة التعاقدية؟ كان هذا تقرير للزميلة مريم قديرة. كما كنت استمع عبد الحميد الجلاسي، النقطة الأهم اليوم ربما تجاوزنا شبح الانتخابات المبكرة والمضي نحو المجهول، لكن هذا لا ينفي اليوم وأنه ما تحقق إلى حد ما قبل بردود فعل إيجابية خاصة من قبل القوى المشكلة للائتلاف الحاكم اليوم في حركة النهضة. هل من خلال هذه النتيجة تعتبر أن تونس تخطات بوادر أزمة سياسية؟ على كل، أنا البارح ذكرت السبعينات وقت اللي التوانسة يقول لك يبقوا ساهرين لثلاثة متاع الصباح ولا يقوموا ثلاثة متاع الصباح باش يتفرجوا في محمد علي كلاي. البارح وقت اللي تشوف نسبة المشاهدة منها في التلفز في التلفزة الوطنية تشوف 10,000 متاع ناس شباب وغير شباب، الناس يقول لك أنا قاعدة تتسنى في اللحظة هذه كيما أنا متاع المصادقة منها الحكومة. إذا ثم انخراط مواطني في الموضوع هذا. اثنين، البارح نقول أنا أكدنا طبيعتنا كتونسية أن نوصل الحفلة الهاوية وفي دقيقة 96 معناها نوقف ونلقاو حل. اللي السؤال هو قول بلكش الحل هذا كنا نجم نوصلوا له معناها قبل الشيء هذا وكل شيء، لكن المهم في الاخر معناها تجنبنا. انا اعتبر اللي بالفعل معناها تجنبنا. نحب نهني سيليس فخفاخ اللي هو البارح كان بين خطابين، بين خطاب الافتتاح اللي ربما كان الكثيرين عبر على انه فيه عموميات، والخطاب الاختتامي اللي كان فيه روح اكثر وكان معنا مسكون معنا بقايد يحب يقود البلاد. انهني ايضا التركيبه اللي فيها كفاءات كبيره برشا برشا واللي ان شاء الله معنا باش يكتب لها معنا النجاح. تجاوزنا ازمه في شهر فيفري في اخر فيفري. هل انه بالفعل تجاوزنا الازمه والا هي رحلناها؟ هذا هو الموضوع. وباش نتحدث انا بصراحه نقول اللي في تقديري مطالبين بكلنا كاحزاب سياسيه وكفاعلين باش نسالوا بعضنا، يندرى ما كانش بالامكان باش في اخر شهر نوفمبر باش نوصلوا لحل قريب لهذا، باش نجنبوا البلاد توترات من نتاع شهر ونص، باش نجنبوا البلاد الاحتكاكات اللي تمت في اخر الاسبوع الماضي، التلويح ب 89 و97 الى اخره، الواحد يعني الرجوع الى مناقشه دستوريه ما بين طبيعه النظام الرئاسي ولا معناها السلطه الاصليه في البرلمان. الم نكن بالامكان باش نجاوزوا هذا؟ بيدو حتى السيليس فخفاخ في الفتره اللي معناها كانت له ما كانش ينجم يعمل حاجه يتشابه نتاع البارح، ولكن ايضا في الوقت هذا كله كان شعلنا فيه. لكن في بالي مطلوب منا باش نتوقفوا نخصصوا الدروس، ومطلوب باش نبدو نخدموا على رواحنا. سيريس فخر عنده برشا حوايج يعملها، نقولها لكم ان شاء الله بعد البيب. فاصل ورجعين. هنا تونس مستمعي ديوان فهم، مرحبا بكم من جديد. ما زلنا مواصلين معكم حتى للماضي ساعتين برنامج هنا تونس في الجزء الاول. اليوم يفتح النقاش السياسي حول حظوظ نجاح حكومة الفخفاخ في تحقيق وعودها السياسية في قادم
الفترة المقبلة في ظل التوازنات السياسية الجديدة اللي كشفتها عملية التصويت على الحكومة. نذكر أنه 129 نائب صوتوا لفائدة هذه الحكومة، 77 ضد، ونائب محتفظ يحضر معنا عبد الحميد الجلاسي عن حزب حركة النهضة، وأيضا أمال ورطة تانية عن حزب قلب تونس، عضو مجلس نواب الشعب. حزب قلب تونس كان من القوى المصوتة ضد هذه الحكومة أمال الورطة تانية، لكن عبد الحميد الجلاسي يقول لك اليوم بقطع النظر سواء كنا نحكي معارضة أو سلطة، اليوم فما منجز تحقق، تجنبنا الفراغ، تجنبنا المجهول، وبالتالي يجب أن ننظر للمسألة من هذه الزاوية. صحيح، لأنه الانتخابات التشريعية هي محطة تفرز منظومة جديدة، منظومة حكم جديدة، تركيبة جديدة، وهذا تم نهار 6 أكتوبر وأعلن عن النتائج، لكن ما مشيناش في التمشي هذا، وقعدنا في حكومة تصريف أعمال ولا تسرير أعمال، والحكومة هذه بدأت تتحل، قعدوا فيها أظن 6 وزراء، إلى حدود أنها وقفت، يعني وقفت ومشاكل البلاد معناها متراكمة، وزادت عليها مشاكل جديدة. مع هذا معناها التحديات والأولويات، قام عنا يعني جدل فقهي حول أحكام الدستور. شنو معناها؟ معناها هزونا الثنية الصحيحة تاع تشكيل حكومة، طبعا معناها لمحطة انتخابية جات بعد 5 سنوات، إلى ولد الأمر التفسير وتأويل، ونحن ولينا ماشيين ضايعين. مش الشعب التونسي كلهم يقوم على خبر ان اغلقنا الملف هذا نهائيا، حطيناه على جنب، حاجة مهمة جدا، وان اليوم في تاريخ جديد، هو تاريخ حكومة السيد إلياس الفخفاخ، والانهاء مع حكومة تسيير الأعمال. انا نعتبر انهاء مهام حكومة تسيير أعمال نجاح. علاش؟ على خاطر كنا نجم نكملوا بالحكومة ذي حتى عامين، تعرف انت بحل البرلمان بمرسوم، وقعد يحكم بليزوردونونس بالمراسيم، وقعد السيد يوسف الشاهد، وقعدت دار لقمان على حالها، من يتحمل المسؤولية؟ شكون؟ القرارات الموجعة والجريئة ولازمك سند متاع برلمان باش تتخذها، ما ينجمش يتخذها. سلاح المؤسسات العمومية، هذا ملف محطوط على الطاولة وهام أكيد. عندك الميزانية، تعب الميزانية العمومية 12000 مليار ديفيسيت، يعني يلزم حكومة مسؤولة قانونيا وعمليا. وليش قلت أنا يا أخويا من تسير الأعمال تحل البرلمان؟ أني لا، خلينا نحط الأمور توا، الأمور رجعت نسابة، رئيس حكومة جاي تبقى لأحكام الفصل 89 مش خارج أحكام الدستور. شكرا أستاذ أمال، كان تسمح لنا أن أذن صلاة الظهر وبعد ما رجعوا لك إن شاء الله. سعد الحميد، سعد الحميد بارك الله نخدمها. راجعين لاستكمال حوارنا بعد قليل، اكيد تو نرجع باكثر تفاصيل حول التحديات المطروحه. علاش قلب تونس اليوم اختار يكون في المعارضه حركه النهضه وتحدي الحكم مجددا؟ كل هذا بعد الفاصل. هنا تونس نصف نهار و39 دقيقه مستمعي دي وانا فاهم، مرحبا بكم من جديد، شكرا على المتابعه وعلى الاستماع، شكرا لكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه دي وانا فاهم. ما زلنا واصلين نقاشنا في الجزء الاول اليوم من برنامج هنا تونس مع ضيوفي في الاستوديو امال ورطة تانية، عضو مجلس نواب الشعب والقياديه في حزب قلب تونس، وعبد الحميد الجلاسي عضو شورى حركة النهضة. نذكر المستمعين والمستمعات كالعادة بوسائل التواصل والتفاعل، صفحة الفيسبوك دي وانا فاهم، وتجمو تخليو كل التفاعلات والاراء والمقترحات، تنجمو تابعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر اللايف ستريمينج على صفحة الفيسبوك دي وانا فاهم، كما تجمو تابعونا زاد على السيت ويب دي وانا فاهم بوانات، اللي تقاو فيه اخر الاخبار وجميع تسجيلات برامجنا. 129
صوت تحصلت عليهم حكومة الفخفاخ من بينهم 54 صوت تقريبا لحزب حركة النهضة نظريا على الأقل، في انتظار وأنه تصدر النتائج التفصيلية. عبد الحميد، الإجلاس اليوم ما بعد التصويت على الحكومة، هذا هو السؤال اللي يطرح نفسه، فما أزمة ثقة بين الفرقاء السياسيين بما في ذلك الناس المشكلة لهذه الحكومة؟ كان فما حتى التخوف للدقيقة الأخيرة وأن هذه الحكومة ربما قد تسير صفقات من هنا أو من هناك ولا تمر. والسؤال اللي يطرح نفسه اليوم، الحكومة مرت ولكن هل ستستمر؟ أي هو أمس السؤال الكبير اللي تقريبا في مواقع التواصل الاجتماعي هو الكلمات هذنا تمر تستمر، من هذا الموضوع الكبير، يعني كان تمر وتنجح ولا لا. نحن تو كي ثما الحاجة السهلة حققنا ولا تعنا حكومة سهلة، يعني كانت صعيبة لكن تو كي ما سهلة، لكن مقارنة خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، من أن تكون عنا حكومة إلى أن تكون عنا حكومة ناجحة. وبالتالي أنا نتصور الآن المسؤولية الكبيرة هي عند السي إلياس، لكن ليس فقط السيد رئيس الجمهورية، الأحزاب السياسية، المتسيسين خاصة في داخل الحكومة، والإعلام. هذا تقريبا ثم خمسة أطراف اللي هم مطالبين باش ننشر، معناش خيار من أكثر من هذا. ولو كنا نخسر أن نقول الحكومة هذه ثم احتمال باش تكون حكومة 6 أشهر، ولكن ثم إمكانية وهذا أحسن الهندسة، عنا 24 انتخابات نتاعنا الجاية، عنا عام ونص عامين الحكومة تخدم على روحها معناها براحة، تعمل معنا منجز اللي هو ريدريسمون، نوع من الإنقاذ وإشارة للشباب خاصة اللي قاعدين نخدموا كيفاش الموضوع أنا باش يكون. أهم شيء كما كنت تحكي أنت، أنا نتصور اللي أهم شيء اللي ربما خسرناه في الأشهر الماضية هو مشكلة ثقة، مشكلة ثقة ما بين الفاعلين، مش ما بين الناس اللي في الحكم والناس اللي في المعارضة، لا لا، الخريطة مخلطة ياسر ياسر. نجم تلقى اليوم ثقة ما بين الناس اللي في الحكم في المعارضة أكثر ربما من الناس اللي موجودين معنا في نفس المركب معنا متاع الحكومة. إذا اليوم في تقديري هو كيفية إعادة بناء الثقة ما بين رئاسة الجمهورية والبرلمان ورئاسة الحكومة، ثلاثة مراكز الأساسية معنا متاع السلطة لازم يخدموا بطريقة متكاملة كل حسب الصلاحيات اللي محددها من الدستور. اثنين، لازم الحكومة تخدم منا كفريق، هذان الناس اللي موجودين غادي وكيف تلاحظهم كفرديات موجودين، شخصيات مهمة برشا، لكن دائما علمتنا الكرة انه ينجم يكون عندك فرديات لك ما ادريش عندك منا فريق. ثلاثة، هذه نصيحتي للسيد رئيس الحكومة، انه اللي عملناه المدة الفارطة نخدمه تو بالسياسة، إمكانية توسيع الحزام السياسي ما زالت واردة، إمكانية مساهمة الحكومة في تهدئة الساحة البرلمانية بحيث ما يتترك منها على مش كان اللي اختار منها الشيء ذي ما زالت واردة، الإشارات ممكنة بالسياسة وبالعقل كل شيء ممكن، الأساس من هو البرنامج. بالتالي نقول هذا مهم برشا من عام تأسيس، ونقول أيضا أنه بالنسبة للبرلمان وبالنسبة للكتل والحساب الكل مطالبين باش نخدم ليه. أيضا أنا أنصى الإعلام، ساعات نلاحظ الإعلام ما بين دوره في إنارة الرأي العام وصناعة الرأي العام وغيره، ساعات يحب يشعل شوي، ليس من صالح أحد ليس من صالح التجربة باش بعد شهر ونص تولي عنا عركة ما بين منا البرلمان ورئيس الجمهورية، ما بين منا رئيس حكومة رئيس جمهورية، ما بين مشكل مش في الإعلام سي عبد الحميد، المشكل فيكم أنتم كأحزاب سياسية وسياسيين اليوم قيادات من الأحزاب مشاركة في هذه الحكومة، وتقول لك هذه الحكومة عمرها الافتراضي لن يتجاوز السنة إذا كان مو 6 شهور. مش احنا نقولوا فيه لك، لا متفقين، انتم ما تقولوا فيه اقصر شوي. انا ولذلك المسؤولية الأولى تحدثت على رئيس الجمهورية، تحدثت على السيد رئيس الحكومة، وتحدثت على الأحزاب السياسية، وتحدثت على الإعلام. كل شيء اللي كانت تحب تقول ما نذكركمش أنتم من الإعلام، أنا على رأسك من أرسل لا أما فقط نحب نقول إذا هذه خدمة مع بعضنا. أنا في بالي السؤال المطروح الآن، بعد أن أصبحت لنا حكومة
شنو هي الشروط والمناخات والتمشيات ومنهجيه العمل التي تسمح لها بالنجاح. ببالي من بطريقه بناء الناس كل كي لازم نطرح الموضوع هذا كل كي مع بعض بما في ذلك المعارضه جستر. وانا البارح ما انا بصراحه سعيد بالموقف نتاع قلب تونس اللي في الاخر ثم حاجه متعلقه بسي ياسر فخفاخ، ثم حاجه متعلقه بالحكومه، ثم حاجه متعلقه بالبلاد. بالتالي البارح اللي كان ثم ناس مستعده حتى ان لم تشارك في الحكومه باش تعطيها معنى التصويت. العقليه هذه البناءه يمكن ان نغدو معنا نلقاها باش معنا حتى حكومه مانيش موجود فيها او ممكن نشارك فيها بطريقه من الطرق، كيفاش باش نوفروا لها الطرق معنا السبل متاع تنجح من اجل تونس. لانه لازم ندركوا كسياسيين الكل الان اللي نحن على نفس السفينه، وانه التوانسه رمعتونا اشاره صفراء في انتخابات خريف 2019، وانه اليوم بعد ما خذينا وقتنا وتعاركنا ورتبنا شكون في الحكومه شكون في المعارضه كذا، الان هو رجوع لاصل الموضوع لاستحقاق الاجتماعي التنموي وفقا لقواعد الحوكمه الرشيده، واعطاء امل خاصه للشباب للجهات المحرومه قضيه الفقر باش الناس تتاكد تقول والله يثور في تونس وقت اللي نمشوا للصندوق نجم نغير. واضح عبد الحميد الجلاسي. نذكر انه الان مباشره في قصر القرطاج فما جلسه لاداء اليمين بالنسبه لحكومه ياسر فخفاخ بحضور رئيس الجمهوريه الاستاذ قيس سعيد، طبعا في انتظار تسليم وتسلم السلطه يوم غد بين يوسف الشاهد وياسر فخفاخ. امال ورتتاني فما ضبابيه ما زالت تكتنف العمليه السياسيه والمشهد السياسي اليوم رغم النتائج اللي افرزتها عمليه التصويت، رغم انه رسميا اليوم اصبح عندنا حكومه جديده ستعوض حكومه يوسف الشاهد. نحس وكانه فما دوبل ديسكور خاصه بالنسبه للاحزاب المشكله لهذه الحكومه، في الظاهر دعم لهذه الحكومه وفي الباطن ما فماش تفاؤل كبير بها، والحال وانه الحكومه ما بداتش تخدم. باش تفسر المفارقة هذه؟ فسر المفارقة هذه في الأحزاب المشكلة للحكومة على معناها تفسير منطقي باعتبار الخلفيات والمدارس السياسية اللي جاية منها الأحزاب هذه. أحزاب مختلفة، البارح في الأيام كانت في البلاتوات تتراشق بتوام، أتذكر سي محمد عبو كان يقول على حزب تحية تونس على يوسف الشاهد، اليوم يلقى روحه نذكروا مدام عبو في الزميلة اش كانت معناها مؤاخذاتها على حركة النهضة، اليوم يلقاو أرواحهم على طاولة واحدة يشكلوا في حكومة واحدة. وأنا تسألت سؤال هذا قلت له معناها مرة تسألت كما ذكر قلت معناها تحط على طاولتك الأضداد وتقول أنا خاطر هو ملولة على أساس تأويل الخط الثوري، وينو الخط الثوري في تحية تونس؟ وينو الخط الثوري في نداء تونس؟ شنو رانا نسبوا فيها الأحزاب هذيا؟ حما الأحزاب هذيا جات معناها وبنات خطابها السياسي كله على أسس مختلفة باش ما نقولش مخالفة للخط الثوري. إذا تحطوا أنت الأضداد على طاولة واحدة شنو تنتظر؟ تنتظر أن كوكتيل مولوتوف يوما ما سينفجروا شئنا أم أبينا. شبه الحكومة الحالية بكوكتيل مولوتوف من الورتتين. هذه حقيقة مش تشبيه، هذا حقيقة، هذا حقيقة. على أنت ما سمعتهمش يتراشقوا في بالتهم، ما سمعتش عبو اش قال على يوسف الشاهد قبل الانتخابات، وسمعت ايضا النهضه تتهمكم بالفساد وبعد ولات طالب بمشاركتكم في الحكومه. صحيح صحيح طالبت النهضه، لكن احنا مانيش فرد حكومه دونك ما عندناش كوكتيل مولوتوف. وكانه امال ورتتاني حزب قلب تونس رغم انه اليوم رسميا اصبح في المعارضه وسينال حقيبه الماليه لجنه الماليه في مجلس نواب الشعب، وكانه مازال ما هضمش قرار رئيس الحكومه ياسر فخفاخ استبعاده من المشاركه في هذه الحكومه لاسباب سياسيه على ما يبدو. هذا ربما ليفسر نوع من الجرح النرجسي اللي يشعر به الحزب وقيادته في خطابكم السياسي حسب راي البعض. شوف سي محمد،
افهمني، مش قراره هو، قررنا نحن، كناش مصوتوا له البارح، مش هو حطنا في المعارضة، هو استثنانا من مفاوضاته وقال الحزب هذايا يكونش في حكومتي، حطاه توصيف المعارضة. المعارضة قرار ناخذوه في مجلسنا الوطني، لأنها المعارضة للمرة الألف نعاودها هي تنبني على برامج ورؤية وعندها آلية عمل. المعارضة ماهيش أخرج من القسم راك تشوش تساعدنيش، وبنحنا باش ناخذ قرار نكونوا في المعارضة تناقشنا فيه وحكينا فيه وفيه مش تكون معارضتنا وعلى أي أساس وشنو آلية العمل. إذن هو قرارنا أساسا مش قرار إلياس الفخفاف. صحيح إلياس الفخفاف منذ خطاب التكليف الأول استثنانا من مشاوراته، صحيح حتى كدعات حركة النهضة لحكومة وحدة وطنية وحركة النهضة بعد كانت حد حوارها قالت قلب تونس يزمو يشارك، وقتها حتى حركة تحيا تونس قالت حكومة إصلاحات وطنية، لكن حركة النهضة كانت واضحة مسؤولة أكثر في الحبرة والوضوح. أنا أي حزب وأي خطاب سياسي يكون صادق وواضح نرتاح له حتى كان يكون ضدي، على قليلة ما قلتش خم في اللي ما قوي به. وصحيح السيد إلياس الفخفاخ شد صحيح في قراره وقال قلب تونس لا، لكن إن نحن في المعارضة قررنا نحن جرح نرجسي. تحب نكذب عليك ونقول لك ليه؟ في شخصي مش من مش زملائي ما يتغشوش مني، اي انا عندي نرجسيه. قال تونس مجروح في الكبرياء واللوم، يلقى نفسه نحن الحزب الثاني في الانتخابات الاخيره ولكن يجد نفسه في المعارضه خارج معادله السلطه دوائر القرار في القصبه. اون دراماتيز با لي شوز. نحن قلب تونس جينا من البطحه، نحن قلب تونس تعاركنا مع الدوله بجميع مؤسساتها تشريعيه وتنفيذيه، وحتى في البرلمان أصدروا قانون ضدنا خصوصا لقلب تونس. نحن مستنسين بالعرك، نحن اوني فور كو دون لادفيرسيتي. وانا كان جيت رئيس حكومه جامي نحط قلب تونس في المعارضه، مستحيل ذوما نحطهم ما تيومش حد شوي نحطهم جنب. عبد الحميد جلاسي انا طالب بحمايه. اليوم لاول مره منذ الثوره عندنا معارضة عددية كبيرة وقد تكون قوية في المرحلة القادمة. إلى حد الآن المشهد يعطينا 77 نائب، تقريبا ثلاثة كتل كبرى في البرلمان ستكون تعارض هذه الحكومة. إلى أي حد اليوم ربما هذا المشهد ينجم يأثر على عمل حكومة الفخفاخ في الفترة القادمة؟ وهو اللي أكد وقال في الكلمة نتاعه وأنه كل هذه البرامج وكل هذه الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية إذا كان ما يتعاونش المجلس فيها معاه ستبقى حبر على ورق. شوف السي محمد، أنا قبل ثم حاجة توانسة نحن في العادة ما نعملوهاش برشا، أنا نحب ونحن غدوة مش تسلم حكومة جديدة الخدمة متاعها، نحب نشكر كل الناس في حكومة السيد يوسف الشاهد اللي خدمت البلاد بصدق واللي كلات على روسها واللي اخطت واصابت. ناس خدمه الدوله التونسيه لازم يتعلموا نحن التقليد متاع انه اللي خدم البلاد قول يعطيك الصحه. ثم حساب سياسي يجي في الانتخابات ولا هذا كما ناخذينه هذه اذا ملاحظه نحب نشوفها. الحاجه الثانيه اللي قلت انا منذ حين يجب ان نتجاوز نوع من الشعور بالرضا في انه سلكنا تجاوزنا الازمه من اجل البحث في شروط النجاح باش ما تتولدناش الازمه. خاطر هذه انا تنجنا احنا الان امام مسار تجاوزنا ازمه لكن قدامنا زوج طرق، والطريق الاولى اللي هي تؤدي الى تفجر الازمه في وقت ماهوش بعيد، والطريق الثاني اللي تؤدي الى البلاد ما نمشت منا في الطريق منا نتاع التقدم. وبالتالي الحديث البناء هو ما هي الشروط التي لازم كل واحد منا يوفرها من اجل الحكومه هذه تنجح من اجل تونس والايفاء بالتعهد.
التعهدات الانتخابيه نتاع الطبقه السياسيه بمجمل كاحزاب وشكل الحكومه لا دخل المعارضه في هذا على الجلسه لا لا وهو كذلك وهو كذلك هذا الدور الاحزاب المشكل للحكومه هذا الدور السيد الياس الفخفاخ هذا الدور نتاعو اللي راهو غدوه راهو مش من صالح لانه المعارضه لو كانت تجي تشوف ال 77 البارح صوت تلقى ماهوش نفسه لا هو نفس المنهجية السياسية ولا نفس التوقعات معناها بالتالي ما أنت وقت اللي تحب ما تخدم دائما في السياسة خلي المعارضين تاعك منها أقل خلي حتى لعارضك يعارضك منها سياسيا مش إيديولوجيا مش بطريقة منها متشنجة شنو الشيء اللي نجم يعمل لكن ياسر الفخفاخ يوم أمس أكد على أنه المسألة ماهيش عددية عبد الحميد الجلاسي يقول لك أنتم في وقت سابق عديتوا حكومة بأغلبية واسعة كنهضة ونداء تونس بعد انتخابات 14 وكنا نعرف النتيجة والمآلات في البعض أخص هذا معناته في الماضي العبرة في النتائج يعني لا أخص لا هذا في الماضي شي يسمى في الماضي يسمى هذا دونك سيت اون كونديسيون نيسيسير مي انسيفيزونت معناها كيف واحد يقول راهو 170 وراك ما نجحتش ما يعنيش اللي راهو ب 129 راك مش نجح خاصة وقت اللي نحبوا تو 129 في الاخر تقول اللي يحصل هذاك في الصندوق لكن وقت اللي نجي نشوف نقولوا الناس ليش صوتت البارح تلاقت ثم اربع ايرادات او اربع خلفيات للتصويت ثم من هم موجودين في الحكومه ومقتنعين بها او يفرض وجودهم في الحكومه انه يصوتوا وثم اللي خايف من انتخابات سابقه الاوان وثم اللي خايف أو شعر مسؤولين تاع حالة الفراغ اللي موجودة في البلاد وثم اللي هو يقول هذه حكومة متاع تصريف أعمال وبلاد منها تو حابسة منها عندها أكثر من عام ومش تزيد تحبس منها عام آخر دونك منها خليني منها نصوت ما تنجكمش أحسن حكومة منها في العالم لكن خير من نستمر الوضع هذا بالتالي لازم نفهم مش هذا يعني بالتالي حركة النهضة وين صنف روحها اليوم عبد الحميد الجلاسي هذا اللي يهمنا لأنه فما أزمة ثقة كما أشرت منذ قليل لانه ايضا اليوم فما حديث في الكواليس على انه هذه حكومه ستة شهور والا عام وجايين فيما بعد لحكومه اخرى فيها قلب تونس شوف ونهض شوف شوف لا 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 ما وهذا الانطباع السائد شوف شوف عن طيف واسع من السياسيين من مكونات المشهد السياسي مؤسسه النهضه ومناضليها مسؤولين مش انا في حاجه باش نجم البلاد مش لعبه وتوانسه راه مش منا كل مره ونحن منا مرات طالعين ومره هابطين ومره منا مش لعبه السياسه بنا صحيح لكن زاد ماشي لعبه مش بين منا الطموحات والامال اللي البارح تولد امل جديد ثم امل تولد في الانتخابات بالاربع شهور اللي فات بدا منا يحضر نوع من الاحباط البارح عاد الامل اليوم دورنا باش من هذا نوفروا له شروط باش ينجح يعني نرجع لاصل الموضوع نقول اليوم سي الياس فخفاخ الخدمه الاولى في الليكيب نتاعو باش هي تخدم متضامنه ومتكاتفه مع بعضها اثنين خدمته مع البرلمان ومع الاحزاب السياسيه ثلاثه اشارات في هو كيفاش المعارضه اللي هو في داخل البرلمان مش تكون معارضة معناها معقولة أو ينجمش يقلل منها لأنه إضافة للمعارضة البرلمانية اللي عندي أنا مقدور عليه ثم معارضة أخرى اللي المعارضة متاع الضغط متاع الشارع اللي طالب توكيب إنجاز بايس ما وصلكناها توا حاشي بالإنجاز الشباب وغيره وقت اللي نلقى غدوة هل أنه غدوة اتحاد الشغل في موقع من متاع قبول ولا موقع متاع معارضة هل أنه اتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين هم في موقع متاع مساندة ولا في موقع من متاع المراقبة هل أنه الشباب اللي تو مش يعطيك أنا في فافورابل توكي كل شيء مش يصبر عليك برشا ولا لا هذه المعارضة راهي صحيحة كل هذه الأسئلة مش نرجعوا مش نحاولوا نناقشوها بعد قليل تحديات المرحلة القادمة بقطع النظر عن اختلاف المواقع سواء المعارضة أو السلطة والحكم عبد الحميد الجلاسي اليوم فما استحقاقات وانتظارات شعبية كبيرة خاصة على مستوى الاقتصادي والاجتماعي شنو المطلوب اليوم لإنقاذ البلاد إنقاذ ما يمكن إنقاذه وضع البلاد فعلا على سكة الإصلاحات لأنه إصلاح وضع البلاد وتحسين وضع المواطن يهم المعارض كما يهم اللي يحكم كل هذا نرجع نحكيه فيه بعد قليل مع عمال الورتة تاني وعبد الحميد الجلاسي مباشرة بعد موجز الأخبار.